بدأت من الإذاعة عام 80 80 عام 80 نعم. وكان في ذلك الوقت من برنامج الأطفال، وسنة 83 بالضبط احترفت الغناء وبدأت أغني في الإذاعة، وبدأت بأغاني كانت أغاني مناسبات يعني للصبح ولل تتحدث عن نواحي اجتماعية معينة. فيعني تقريبا يعني البداية الحقيقية أعتبرها أنا من 20 سنة تقريبا. من 20 سنة أكبر من عمرك ما شاء الله. أستاذ محمد، الأغنية اللي انطلقت من خلالها يعني وعرفتك على الجمهور، إيش هي أول أغنية؟ ما أقدر أحدد بالضبط، لأنها هي عدة انطلاقات في الواقع، كل أغنية بتعطيني مرحلة انطلاق جديدة. أقدر أقول في البداية كانت أغاني الأسطوانات، كنت سجلت أسطوانات في ذلك الوقت من عام 81 تقريبا، وعرفتني على الناس بشكل أوضح أو بشكل عام. وكانت في ذلك الوقت أغنية ما شفتت هذا، وأغاني خفيفة يعني العود. وبعد ذلك طبعا عرفون الناس من خلال الإذاعة في أغاني كثيرة، مثلا أغنية لنا الله وأبو شعر ثائر ولا تناظرني بعين، والأغاني هذه كلها طلعت في فترة واحدة دي يعني في الثمانين كلها طبعا. في الثمانين شعري ثاني